vera, non è due vera, oh? Non è due vera. بس هلا صار قريب الجمعة شوي ما عاد في براميل، أما من الأول كان في براميل وهلا لحد الآن في حصار، هلا مفوت مساعدات. كي شفت الأطفال وشفت الأولاد كله اللي علي بده ياكل، ما في حدا يعني شيء، يعني حالتنا سيئة كثير كثير. شو الوضع بالإدارية بعد سنين؟ في محلات، في مشافي، في مي شرب، احكي لنا عن الوضع. والله لا في مي للشرب، ما في، ما ضل، ولا في مشافي، وحتى إذا في مشافي ما في يعني دواء إنك تعالج المريض، ما في دواء، ما في شيء. يعني إذا عطوك دواء عم يعطوك إياه خاصة مدته من 3 سنين، يعني خلي لربك كثير، يعني الحالة سيئة كثير والله، وضعنا صعب كثير والله، وإن شاء الله الله يرجع علينا. لهلا بده يدخلوا مساعدات بس النظام ما عم يخليهم، أو والله عم يقولوا هن بده يدخلوا لنا مساعدات بس لهلا لسه ما دخل شيء، ويعني إن شاء الله بتمنى إنه الله هيك يا رب يهديهم كلهم، يا رب الله يهدي هدول وهدول، وإنه هالأطفال هيك تعيش بسلام وأمان، وهذا اللي بدنا اياه بس، والله يفرج علينا يا رب، وشكرا كثير لكم. ليش ما فوتوا لكم مساعدات؟ لانه ما في مدنيه بداريه، شو عم نساوي هون؟ عايشين على اكل المطبخ، على الشوربه، على اساس شوربه بحسب وعندنا مع الحال فيها 3 رزات، عايشين من قلت المال.